نعم، أعتقد أن هناك يعني استغلال لهذا الملف طبعا عبر مسألة الموازنة، ممكن الضغط على حكومة الإقليم بصورة أو أخرى لتحقيق مكاسب سياسية أو سياسات تنسجم مع الأطراف السياسية في بغداد. لكن أنا أعتقد حكومة الإقليم نجحت بامتياز في تحقيق فرص جدية للتنمية والتطور والتقدم، يعني يشهد على هذه المسألة الجميع، وبالتالي ضمنت يعني تميز على الرغم من محدودية الأموال بالبنية التحتية، الجامعات، البنوك، الشركات في مجال الصناعة، التطور الزراعي، الانفتاح على دول الجوار بعلاقات تجارية كما على الإمارات والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول العربية، الأردن. لكن في نفس الوقت مع الأسف هناك ضغوط تسلط على ذا الطابع السياسي عبر الموازنة نعم، لتحقيق مكاسب أعلى من حكومة إقليم كردستان أو ما يتعلق ببعض الملفات البينية بين الطرفين. لكن عموما أنا أعتقد نجحت سياسة الإقليم في تحقيق المكاسب للشعب الكردي، وأعتقد باستمرار ستحقق هذه القيادة، هذه الحكومة، مكاسب وإنجازات مهمة في مجال التنمية والتنمية المستدامة للشعب الكردي.